لابد أن نعلم أن كل ما بعد العهد عن زمن النبوة زاد الخطر. كنبياتنا زمن جمرو إيراك زمن نبياتنا عليه الصلاة والسلام بعيسى براكة قطر إنياب استاون درس بك براكة قطر باتك علي شرك يبزا توحيد يتفى نو يبزا. قال عليه الصلاة والسلام يا الله ملاك تنياب الوعد فإنه من يعش منكم يعني نحن لديهم ما سجع كان أنت آدم يو قويتو آدم يو يمي شمدلنا يمي قويتو فسيرى اختلافا كثيرا يعني عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم بذوري النبتة عناتشو فنيا كانت بغرب الزمن وطعي على هسلام وطعي على درجة حتى وعد قوموا ما الخلاص ما العلاج الذي مفتيه من النار نحن في خطر الآن يا بتعمت اللي قاعد علينا عندنا قال فعليكم يعني إلزموا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ يعني تتمسك بها بكل ما أعطاك الله من قوة مفتيو كان جعله والقادة قاية مذبك أن نبيات بنبرو بسنة أتركوا ما يعزنوا نجينا قواتش جوال بقوال يكتر ما قوية يتوارشنوا كل فرقة من الفرق الضالة تنتسب إلى إنسان غير معصوم والله ما لن يوم بدن أفنقات بدن تولي تسيّن يمي تقاو مريالو مرو تماما إلا من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم النبي عليه الصلاة والسلام بنبياتنا عليه الصلاة والسلام سنة أتركوا يا زكا هذه وتشعلوا يمي هدوم متقوباتهم تبك بعضهم تماما وقال عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم عنده لعلو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لا نعم الله سبحانه وتعالى أوقات كعالم وجلب عن ذي مززاد ربوة آي وصدهما يقبض العلم بقبض العلماء يعني يموت العلماء الربانين عند الناس علما أمي وصدهوا تككل الناس يوجن عالم وجب مجدل ثم ماذا يصنع كذا من الدرجان يتخذ الناس رؤوسا جهالا لا علم لا عبادة لا تقوى لا كتاب لا سنة متهوكين حيارة سكارة مجانين ويعبدوهم ويتبعوا من دون الله كذا سواج مريض القول يزواجوال جاهل واجين عبد واجين مجنون واجين سكران واجين من ما أوقت أوقت إلى اللاتشون بقى الناس ما يدرقوا يزواجوا ماذا يصنع هؤلاء؟ يفتون بغير علم كذابوا على الناس بيني ستعلوا يا لوقت فيضل هؤلاء نسأل العافية السلام أن ذا سوم بنساتو تبيني أساس تعلوا إذا لابد أن نفرق بين العالم وهذا الذي يدعي العلم الجاهل لنا بالجبانا بن علم اللي بلو يا لا وقت موقعش علي مننا هاي اليوم تكلم عن ليك عش اليوم الفتوى عند من من الذي يفتي الناس بعض ساعات فتوى يلك كامل من جمع من كبار علماء؟ لا جوجل والله والله الذي يفتي الناس في هذه الأيام أكثر الناس جوجل صح أو لا؟ شاهد جوجل أو جوجل أو بانجليزي
وقوق الزنديق. وقوق الزنديق نوع. اسمع معي، أنت إيش تريد؟ السائل هذا إيش يريد؟ أياتي إستي من دنا نفلق وستوريني أتنقينا. أكتب لجوجل جواز شرب الأدلة والبراهين على جواز شرب الخمر. جوجل قالت أيك أستي ألا متتات أسكاينا غير متتات من دنا وقلت أيك أستي. إيش يقول لك جوجل؟ جوجل نمسي تتعال يسرد لك مليون دليل على جواز الخمر. والله زنديق ما ترجع عند زي يقول اقول لها زرق في اللعال ما تطاط دمي تشعل. ايش تريد؟ اكتب الأدلة. والله لو تكتب لجوجل تجد أدلة، الأدلة على أن إبليس ليس في النار، يكتب لك أدلة أنه ليس في النار والله. وبعد هذا نستفتي جوجل. إبليس من دنا وبلا بتايقو إبليس يا ساعات عدلم نو بلا بتايقو إبليس يا ساعات عدلم يمير زرقفقف يا رجلنا شهوته شهوته. كتبت له يوم من الأيام، أنا كتبت نعم أنا راسي صفية جروت أبو بكر الصالح كتب وعمر وبدأ السب. جوجل يسب وحده، أنا لا، لأنه يكمل لك الضلال أحيانا. والله عوكرنا عمر يبدأ ستفي الناس اللي بوضع. مشكلتنا في هذه الأيام حب الاستطلاع. حب إيش؟ حب المين؟ الاستطلاع. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذا الحديث. نبيات شنقل من دنو يالو اسلمنا طو مسلمنا تيموا ومقالتاو يالا اسفلنا جنقل الكفار ومتعلم. يفتح جوجل او يوتيوب ويقوغل الكفتان ويهونا من دن او يوتيوب منها. المهم يوتيوب، انت قول اللي قاله هذا. نعم، فهو في اليوتيوب ايش يأتي؟ نعم، ماذا يأتي؟ من دلان يواتعو يأتي مثلا التسجيل مع الخوارج. كخوارج قارة تطافيا جميعا. فايش يصنع هذا مسكين؟ يعني مسكين من دنيا جميعا يقول أريد أشوف ما هذا؟ حب الاستطلاع. أن يبقى عمرو تطفلك يدخل يقارع تأتي الشبه. هذا الشبه يتبال عند عليه زرقه. هذا أكبر إشكال عندنا، هذا الانفتاح اللي تراه الآن. زاري قط من مشكلة مكرا إهينتنا. والله هذا كان لا يصنع أئمة السلف، كانوا لا يصنعوا هذا. أئمة السلف علماء ربانين ما كانوا يصنعوا هذا. سلف علماء تشين إهنا لنا تعتقدكم ما السبب. كان يمر الواحد من علماء السلف يمر في الشارع برجل من أهل الباطل. سلف عليم بمن قد عرفه سهد باند تماما سوء عرفه يهدى. عندما يمر هذا العالم ويرى هذا من أهل الباطل يضع أصبعي في أذنيه. تماما مريشة يونا يقذي جون يارقون برمي هدى يقول له هذا من أهل الباطل. يقول اسمع مني كلمة. كان يبقى عند نجار عدم سمعني له. ما المشكلة في كلمة؟ عندي قال أنا بسمعني. هذا العالم يقول ولا نصف كلمة. يا نجار قماش نجار نسمع الفلك منه. وبعضهم كان يقول لي هذا امسك الشمس. يعني إن استطعت أن تمسك الشمس أسمع منك، غير هذا أنا لا أسمع. عند سلف واش من يلو نبر صحي ما قوم كشف استيبال اقو ما تلو لا ماتلو اني منم انت لانت دمت اسات ما قوم اللهم يلو. لكننا في هذه الايام نسمع لكل ما هب ودب، حتى نسمع لأناس لا ندري هل هو ما يعرف اصلا جوجل انه من اهل الاسلام اصلا. زاريقين يطهون كلها
يتطرعوا كل انك تلالن جوجل جبتن جوجل تناجر بلن جوجل ما ننتوا يتطوروا. هل سمعت يوما من الايام ان احد من العلماء تخرج من مدرسة جوجل؟ يا اخي فهمهم يا رجل. عنده تسلف وتشوطا شخرو سو مكتلو كوغل تمرو شخونا برو امام تاقالاچو؟ لا هل سمعت يوما من الايام ان الرافض للاسلام نصر؟ رافضة ميبالوت بطعام تحرسنا وطناتشو؟ لا اسلمنا اندو ردو سيبال سمالاتشو. اذا مكان العلم هو المساجد. يا علم مما لعو مسجد ليلو. مكان الفتوى هيئة كبار العلماء. فتوى يميساتوت النذيات هلالاك علموات شتاوقوت علموات ناتشو. لا تسمع أتسمع لا تنظر أتملكات لا تتكلم أتناقر إلا بمكان عليه السلف. سلف وجه بتناقر وتبوتانجير إلى وتتناقر تسلم نجال وتفلق علم وقت الله وحكمة حكمة تبقى الله وسلامة دهنا مهم. أما طريق الخلف نسأل العافية والسلامة. كسلف وشبو على يمطوط خلف بلالو الله يتبقن لنا. وأنا قلت لكم والله لا ترضى في العقيدة إلا لكبار العلماء الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع. لا تسمع لا ترضى ولا تقبل في المعتقد إلا فتوى لبن باز بن عثيمين رحم الله الجميع. لا عقيدة مهنا لما نيوم عند الشيخ حسين لنا عند الشيخ باز خلنا نجي كريرا أتكبر. أما في المظاهرات في تكفير الحكام في التفجير في التخريب نسمع لجوجل والذي يكتب في الحمام أكرمكم الله. نعجبنا لما خندات سلام ويسف لما يوبات لمات لما أفرس فتوى تقنية له كواجل كشنتريت تتخوم بمريوش لي عقر نبتا. أنتم لا تعلم إخواننا ما تعرف اللي يكتب في الحمام؟ نعرف هذا أعرف هذا شنت بيت اللي تطفو أقنتان شو هتاقو؟ ما عندي أطفو هتاقو. هذا اللي يقال عنه قالوا عنها أمير المؤمنين من هو؟ إيش اسمه؟ في العراق إيش اسمه؟ ما أمير المؤمنين شوف من بايعهم اللي بايعه يعرف اسمه اللي عبارة يعرف أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي يدعي شمري؟ هو أمير المؤمنين نعم نعم يوم تمومين شنو شيقول سمعنا يقول انه هو امير المؤمنين يومين وشماري شيقول سمعنا. طيب كيف نبايع امير المؤمنين؟ انت هل كان الشيء قال النقابه هل ما هو معروف بالعلم بالايمان بالتقوى؟ انه ما شاء الله علم عليم يوطابت كرتو تقيينته لا الله بمفرات ويوقع الله ابو بكر بغدادي لا يعرف احد من ما يتوقع هذه سيتوقع. طيب ممكن انا ابايع بغدادي؟ هذه انت نسجل بغدادي هو كبغدادي مبايع معك. قال لا ما يمكن. طيب كيف ابايع؟ قال تبايع الذي بايع 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 البغدادي يعني 100 رجل بينك وبين البغدادي. السن باتاغنيو السن مبايع يدرك السن باتاغنيو السن مبايع يدرك هسو يدرس يزيرون يزير يتجنعون يتجنعن هسو درشان هده. طيب انا الان تبايعوني؟ اني انا هون شو مبايع احسن بغدادي بعيد عنكم ها بغدادي وغير موجود انا موجود هنا اني ان شاء الله تشوفوا تبايعوا او لا؟ كلمهم يا رجل اني انا هون مبايع تعرفوا يلا تشوفوا هنا لا اما الشياطين تبايعوهم شيطان انجل مبايع تعرفوا يخرج اليكم انسان معروف ما تبايعوه متوقف تنسوا والشياطين تبايعوهم؟ ما تربطين شيطان مبايع ترقلت إذا بويع لخليفتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا آخرهما. قولت مريوج عند مريان عقرون من هل يوجد أحد بجالي لرأسه بيوت عبت
هل سمعت يوما احد من علمائنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين يقول بايعوني انا امير المؤمنين؟ عثيمين رحمه الله عليه شيخ الباز رحمه الله عليه يوم وشملنا لنا المبايعه بلو كسمت اوري حتى لو قال بايعوني ما يمكن نبايع على لون حتى في غرفة مبايعنا رجعت لان في عنقنا بيعه كيف بمن يريد يخرج من هنا إلى بغداد؟ أصلا هو ليس في بغداد يا رجل، لا ندري فين، يمكن تحت الأرض ولا لا ندري. الله أعلم. انديت هتركوا سواج بغداديين أو بكر بغداد وين بغداد مجمعي التوق انديت هتركوا مبايعين يا رجل. أي إنسان يخرج وقال بايع أنا من المؤمنين إنه بايع ما نسوتني من وش مرني إني مبايع تقول بين الناس ما معدل مظاهرات نخرج سلام عليكم نور عدن سب وشتم لما سالم نور عدن تكفير حكام على سلطان ما أكفر بعض الناس شغل الشاغل الحكام عندنا جوش سواج بسلطان مسالم بتشان وسرعتهم طيب ماذا عن حكم قال كفار كلهم قال كلهم تمام نعم ماذا نحكم بالكفار هو يقول مو أنا يا رجل هو يقول الحكام كلهم كفار لا يوجد حاكم مسلم على وجه الأرض بمدر الله باتكالي بعد سلطان أي جنم باتكالي ملو كفر يتبين التفجون الجيلة طيب خلاص تتوقف عند هذا قال لا هذا اللي تقوم عليه يبقى حسروت دمو لا أي بقى أي بقى نجيله ماذا تريد من دون دمو تفضل الباقي المحكومين أجابوا على بس سوسن سمي أحتر عدرا تشوف كل الناس كفار كل الشعوب كفار هالسوسن عند من قصي كفر كذي أجر استعدهم كل بمولو كهديرا تشوف طيب الشعوب كفار تتوقف الشيء يبقى دمو يعني جرا كفرس جرا يبقى هم سوسن دمو قال لا أي بقى نجيلة من تكفر الآن دم من كراسيرو جماعته اللي معه الجماعة اللي معه حزبه يا جنزة دم جماعته يا سو جماعة دم يكفرهم يا كفرات شوال انتهى كراسة لا هم دم أي بقى من بقي ما لنا يكره نفسه راسه كره والله الذي لا إله الواحد منهم يجلس هكذا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول لأنه يفكر يعتقد هو يحكم على نفسه بالكفر فكفر كل أحد هذه نهاية التكفير والله يا متى الرجاء رأسه يا كفر الجماعة ما كفر رأسه ما كفر القسم الثاني من الناس لا يكفر أحد حتى إبليس وفرعون لا يكفر هذا طرفي نقيض يدي تقراني وش دمون سوانا كفر الفجر إبليس اللي كفر يقبوه من رمو يقول لا يجوز تكفر إبليس إبليس ما كفر ولا فرعون إفرعون ولا أبو جهل أبو جهل من أنت حتى تكفره أنت النفس طيب أنا ما كفرته أنت ما استطعت أني على كفر كفرهم الله الله أنا كفرت شغله أمة أجمعت على تكفير هؤلاء النادي سواج النادي فطوة شوية يتقوى تاروت أتك على ألم تسرسو باتشوال كهدي لمهناتشو أصبح عندنا إفراط وتفريط في الكفر بكفر يتنسى شاف رقتنا يزقت بزاري درسو لابد أن نرجع إلى كبار العلماء في التكفير التبديع التفسيق ساواتشين مكفر وين مبتدي لمالات ودت لأنك علموش لما لاسي قبال هاي والله أعلم الله ما جرى شاول تككلن يونواتو الله